سونيا كيما برشا نساء نهارها ياسر شغشة، أما في التصنيف عندها شكون تعمل عليه معاه كل شي يحضر ليه ليه. هذا شاف بالفم والملاف ملالين عنده في كل شكارة دبارة باللمارة، كل ما يجيو هضيفان للدار يلقاو صفرة بالوهرة والكار. سمارت شيف، انت الشيف. ليلة نقدم لكم سمارت شيف، ماركة 100% تونسية بجودة ومواصفات عالمية. سمارت شيف عمرها 25 سنة، ثقتنا فيها نهار بعد نهار تتبنى. المميز أنه كل منتوجات سمارت شيف مطابقة للمواصفات العالمية ومرخصة من أكبر مكاتب المراقبة العالمية. عندنا اليوم أكثر من 100 منتوج، من الخميرة للسكر فانيليا للكريمة الشانتيي ومنساوش البيتزا والكيك، برشا بنة ونظافة وخاصة كاليتي عالية. حار والحلو الطاولة ما تتعمر كان بمنتوجات سمارت شيف. سمارت شيف منا ديما قريبة في سير الأيام رمضان وإلا في العيد. سمارت شيف يزين طاولتنا ويزهي لمتنا. سمارت شيف، انت الشيف. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أنا سمارت شيف، إن شاء الله باش نعملوا مهبة العيد ونربحوا برشا ناس، باش ندوروا تونس من الشمال للجنوب ونربحوا برشا ناس حاجات مهمين برشا على سمارت شيف. اليوم تنقلنا وجينا النابل. أهلا وسهلا، نواصلوا في رحلتنا واليوم احنا في حمام الزريبة. احنا ندوروا في مغازا جنرال ديجا. شكون عنده سمارت شيف؟ عندي سمارت شيف. هذه حاجة باهية. احنا باش نربحوك حاجة سيربريز حلوة، وهي تلفزة. عندك شريو سمارت شيف ولا؟ عندي. فورميدابل، باش نهديو لك الكوليكسيون تاع سمارت شيف، وزيد على ذلك خاطر عندك سمارت شيف هذه الكوليكسيون تاع كراول. يعيشك نفسي يعيشك. تو نتعداو للكاسه والشريو تاعك خارج. يعيشك. انت ابوني سمارت شيف. مبروك مدام. نهديو لك مليون. أنا سمارت شيف، أبونيفو باش تربحوا المليون. مرحبا وحب كبير بالسمارت شيف نتاعنا. رب دارك مبروك، صحة شريبتك. عايشك، أهلا وسهلا. نورتنا. علامة سمارت شيف شنو سر النجاح نتاعها؟ هي معروفة عالميا وعندها الـ FSSC 22000 اللي معترف به في العالم كامل، وهذايا ما نجموش نبدلوه خضر. معايير عالمية، عالمي. معايير الجودة. وبطبيعة الحال هذا اللي يميز سمارت شيف واللي يخليها دائما رائدة في المجال متاعها. أكثر من 100 منتوج يتعاملوا بمواصفات عالمية. والحاجة الباهية سمارت شيف، أنت الشيف، معناتها في وقت قصير وما يلزمش عندك شهيد وخبرة كبيرة. صحيح. في الكوجينة. صحيح. تتبع الوصفة الموجودة وتحط البرودوي وتلقى النكهة، وهي نكهة مضمونة ومكتوبة، معناها ما تنجمش تخرج منها. اليوم سمارت شيف رحم برشا انها قربت متوانسة وتجينا بكونسيبت جديد. تفاصيل الكونسيبت هذا؟ تفاصيل الكونسيبت والله قاعدين نمشي في المدن من الشمال للجنوب نتاع الجمهورية ونسهلوا أبوني سمارت شيف، ولا إذا أبوني تربح مليون. هي البرشة. وفما حاجة أخرى، نمشيو للسوبر مارشي نشوف المرأة عندها شي سمارت شيف في الشاريو، نخلصوا لها الشاريو ونزيدوها أن كادو. هي البرشة. ما نعرفش اليوم، خلنا نجربوا المسابقة بحذانا في استوديو. احنا عندنا الفرقة نتاعنا. شكون فيكم ابوني سمارت شيف؟ فوالا لهنا سمارت شيف. دونك خلي نمشي بحذا قتيبة. دونك وريني التليفون، وريني. قتيبة هات. عسلامة. يا سيدي، هذايا سمارت شيف ابوني، وهذايا الكونت انستغرام سمارت شيف. دونك قداش ربحناه قتيبة؟ مبروك مبروك سيدي، اهلا وسهلا، ربح مليون. مليون يعيشك يعيشك. انت زاده كان تحب تربح المليون، علاش لا؟ وبرشا كادوات اخرين ما عليك، كان تكون ابوني في الباج على انستغرام ولا فيسبوك سمارت شيف وتتبع وين يدور الشيف، ومن بعد يمكن انت تكون واحد من الرابحين. حص عيد للجميع. سونيا كيما برشا نساء نهارها ياسر شغشة، أما في التصنيف عندها شكون تعمل عليه معاه كل شي يحضر ليه ليه. هذا شاف بالفم والملاف ملالين عنده في كل شكارة دبارة باللمارة، كل ما يجيو هضيفان للدار يلقاو صفرة بالوهرة والكار. سمارت شيف، انت الشيف. جينا بسلسلة من العروض المسرحية وسعيد جدا باستقباله، موجود على قناة الحوار التونسي من خلال البرنامج تضحك تخرج. سعيد جدا باستقباله بحذنا وسيم الحريسي. مرحبا
كونتون. قداش عمرك؟ انا من عام 86 5 جانفي 38 تو. شويه رسانه في الدخول. شو؟ انت شو ندخل بسبحه؟ شو ندخل بسبحه؟ 38 مازلت 38 وقار. 38 اما المخ نتاعي نتاع 17 20 حتى اقل شويه. حتى اقل مستهتر مستهتر. عشت طفوله قاسيه. لا عشت طفوله باهيه شخت عملتهم الكل كورت لعبت البني بني لعبت الشتكه لعبت كلوخ هذيك كلبيس كل لعبتهم عملتهم الشتكه شنو اشتكى كلي تبدا حفره كي رمضان ما شجعوش عليها ونبداو بالفلوس هكا دود كنا نلعبوها قبل نرميو الفلوس لازم يجيو في الحفره تي فازات لعبناهم الكل هذاك وعملناهم كل نقزنا على الديار وفصعنا خلينا نخرجوا للشارع الطفوله نتاعنا نتاع تغزل واحد تقول قول موتور او قول موتور تقول خلينا نتكدور عملناهم الكل قول طاسه اختك فرطاسه فوله كرتبتك محلوله نعطيك كف نجيبك في معمل ملف نعطيك بونه نجيبك في معمل الكولونيا وعندنا المعامل هذوما الكل وعندنا ازمه نتاع بطاله في تونس معناها رغم هذا الكل دونك لعبتهم اللي جو الكل عملتهم فهمت اما اللي لاحظوا ان الطفل اللي فيك مش حابب مش حابب ماذا بيا يقعد معايا فيا امنيتي نوصل عمري 80 سنه نبدا كيحوسي الكل هكا نرعش وفي وسطك طفل صغير هذاك اللي يخليك شيخ وعامل جو وتنسى مشاكل الحياه تحشش في رمضان ولا ليه؟ والله مش برش النوم يكثر علي النوم يكثر علي النوم بصفه رهيبه حتى بنتي داير تفد بعد اقل فتره عندك ساعه ونص هذيك وما يفكهم لي حد ويجيني شويه مرج بعد على الواتساب ايه خاطر ما وانا نبيع انا باش نرقد قبل ما نرقد لازمني نعلم الاداره العامه انا باش نرقد وفما فازه يفيقوا بيك اللي انت كونكتي اما انا رقت والتليفون عند بنت تقول يا كونكتي دونك تحكي مع شكون في اطار الشك والهلوسه نتاع حبيت سنة تكون موجود في سيت كوم ولا ليه؟ ديما نحب ماذا بيا موجود انا اما مش انا باش ندق الباب عيطولي ما عيط لي حد ما مشيش طاقه مهدوره؟ طاقه مهدوره حبيت نكون موجود اما حتى لي سيت كوم ترى فيهم نفس ليكيب اللي تخدم في سيت كوم القديم تقعد تخدم في هذا في هذا في هذا دونك انا مش موجود في الكلام تاع برقاوي هو اللي ضر من بعد وسيم يظهر لي البرقاوي هو اللي بلبزها الدنيا الكل عند ربي ان شاء الله هو ليله قضاء اليوم احنا ليله نص لا مازال ليله الدربي اليوم احنا ان شاء الله يلقاها مش يلقاها كله معوج هكا لا ما يسالش تجربه باهيه حتى ما نجحتش باهيه تجربه باهيه تو يجي سيت كوم مازال 38 سنه ما شاء الله مازال العمر زيرو 30 40 و 50 مستوى يجيو تو يجيو يكلموك من اجل اعمال بعد برقاوي ولا ليه؟ كلموني برشا مرات كلموني على كلموني حتى على سيت كوم قبل كلموني داني رموا على فيلم احمد لندلسي بعد جات المرضى نتاع احمد لندلسي الحمد لله ربي يشفاه والحمد لله عليه لاباس وما كتبش كل مره فيها هكا كل مره تجي حاجه تعرقل الامور هذه ما تكتبش من داخل فما الرغبه فما الرغبه بايش اما فما خوف لا يتعاود برقاوي مره اخرى لا ما نتصورش بيجي حاجه اتعز من برقاوي انا بلي باش تعمل حتى كنت تمثل وعينيك مغمضه وانت راقد ما نتصورش يجيك البرقاوي برقاوي هذاك الفلوب ما فماش حاجه اخرى تحته خليت بلاصه في الكاميرا خفيه والله خليت عندي زوز افكار نتاع كاميرا خفيه قعدنا ما يتكلفوا وانت تعرف تو الامور هذيك نتاع قداش تتكلف ودنيا الافكار باهيين وما فيهمش رعب مش تاع خوف مش تاع جيب انفيتي بتفجعوا الافكار باهيين سمباتي نتاع سمباتيك ولا شنو نتاع خليهم بالك شي عام جاي تجي الفليسات ونعملوها اما يتكلفوا لكن اليوم مثلا روف كوكا يعمل في كاميرا خفيه ب وي ب ب كيما نقولوا فيها باللي بلي موان دبار داير لي موان دبار حطهم في التابلو دبار نتاع الكهرباء اللي يصوروا بها معناها وانت طالع تو انفيتي تلقى تروا جو برو في كهرباء وما تفيقش ما احلاهم فهمت ما عمرك ما بعد تلقى كاميرا اخرى فيك صغريتها البارح حلوه هي الضحك كاميرا كشيخ مدون تفهم وطفل ما بنو اللي قاعد يسوق في الكهرباء هذاك اللي سوا ديزون هو الشوفور نتاع القناه اللي باش يوصل لانفيتي ممثل غول ممتاز يضحك داير تولي تفرج فيها ما عادش مشكلة كاميرا كشيخ فابريكا ولا مش فابريكا ولو اني متاكد هي فابريكا اما اللي يضحك هو السيد هذاك لكن رؤوف يقول ما يفبركش طيب شو ما يفبركش ما ثلاثة كاميرا في وسط الكهرباء اش معناها انا الكهرباء اللي طلعت فيها تلقى فيها تروا جو برو ومن بعد لانفيتي تاخذ في زلابيه ولا يتبع فيه بكاميرا مشيت مره شريت زلابيه لقيت البياع يتبع فيك بكاميرا انت غاير من نجاح زملائك وراس بنتي الغاليه مم عيني راني غاير بالعكس ماذا بيا الناس كل تنجح مش غاير ما تجيش تستبله رؤوف كوكا مش المعلم نتاعك معلم نتاع الناس كل رؤوف كوكا ما فماش زوز يشكوا لي رؤوف كوكا مدرسه في الكاميرا كاشي وذي كل متفاهمين فيه اما ما كي تعملها مفبركه وما خباها من الكاميرات حط فوقهم الفينيات ولا الفيزيتا غطيها لصقها ولا عادش تحط ريدو في الكهرباء اسنان القوك في تضحك تخرج تضحك تخرج تضحك تخرج دخلت في الحلقه الثالثه جيت في النهار الثاني تصوير معناها يجي الحلقه الثالثه ولا الرابعه مش مني انا من المفروض من الحلقه الاولى نكون موجود معاهم
لكن صار اشكال صغير مش مني انا مش مني. صباح تريقت خاطر انا كنت نعرف في باريس اون برانسيب من الغدوه الصباح نروح. صباح تريقت والمتني هو باريس والملي صباح تريقت دونك فلت الطياره مش منك مش مني من الطياره من الطياره ما استناونيش بدلت الفول الاخر نتاع الستة الفول نتاع الستة خلطت للمطار الستة انا اما صارت اشكاليه في المطار مش مني زاد خاطر الشهره باهيه وخايبه يا فهمت خلطت المطار خلينا نحكي لك الحكايه بعد تحب تخليها تحب نحكي لك الحكايه الكل خلطت للمطار ما عنديش باجاج فما شكون بعث معايا باجاج وقتها ما عندي باجاج كابين انا فما شكون بعث معايا باجاج ونسوت كملت لونجسترمون ساي معاش وقت نزلت ساعه يظهر لي غير ربعه على الفول ما عندي شيء خفيف معنا باش ندخل انا ماشي باش ندخل في فمك الصف هذاك نتاع باش تبعونا الباسبورات انا وصلت ساي ونسمع في واحد عمل هيك ضربه من هون درت معناها هنا الشهره قداش باهي نلقى مواطن ليبي محلاه قال لي بالله نبي نسالك يا راجل قال لي مش انت قالوا نتاع القناه الحوار التونسي يعني يشوفوك في التلفزيون قلت له انا هو قال لي والله يعني قالوا نبي نقول لك حاجه قلت له قل لي ما راهو عندي طائره بعد شويه يعني تطير بيا فهمت قال لي حبيت نوصل لك سلام ليبيا كامله قلت له وصل سمالي ليبيا كامله قال لي سلموا عليك يعني الساحل الغربي والساحل الشرقي والجبل الاخضر والحزام وبنغازي والواحات وكفره وانا باقي نسمع فيه والخليج ومرقب وطرابلس والجفاره والزاويه وغريان والزنتان قال لي ونالوت وسبها والوادي قلت له باين نعرفهم كل نسمعهم هذا في النشره الجويه كملت هذا من كل في بالي باش ندخل قال لي يا راجل غير ندير معاك صوره يعني يسموه عندكم سيلفي قلت له نعملوا سيلفي بالي باش نعمل سيلفي وندخلوا مد سيلفي باش نعملوها بالتليفون السيلفي هذه كي نعملوها اون برانسيب قداش تقعد باش تصور سيلفي في التليفون 5 سكوند ولا 3 قداش حاطه هو 20 سكوند عدينا 20 ثانيه واحنا نستنوا في الطياره باش ندخلوا الصف وحاط يده لهنا 20 ثانيه وقاعدين نحكيوا مع بعضنا قال لي غير احكي لي يا راجل انت عندكش كاميرا خفيه سنه قناه الحوار التونسي قلت له ما عنديش والطياره باش تمشي كي سي كملنا وعملنا سيلفي انا ماشي قال لي نقول لك حاجه قال لي راه الصوره طلعت غبابه نديروا ثانيه عاودنا واحدة أخرى بالعشرين ثانية والطيارة تستنى وسامي يستنى وفريق لول يستنى وحنان تمرج والسيد يستنى في الباجاج جايبوا له معايا من فرنسا كملت هذاك ساي خلطت لسال دومبركو ما قلت سلكتها انا داخل نسمع في واحد يقول تقرا موعدنا وارواح قال له خويا طلع واحد جزائري عقلني خويا جاني قال لي خويا والله العظيم لا دوري قال لي في الجزائري يقول لي نحبوك اخويا قال لي انا عشت في الجزائر وعشت في تونس قال لي جي باسي 15 في تونس قال لي عشت في تونس عشت يعني عندكم كسكسي عندكم البرغل عندكم الرشته قلت له عشت في تونس ولا عشت في كوكوت انت حاسي له عديت معاه في الاخر كيفاش فضيتها قلت له خليته بلاصتكم في الكوب دي موند قال لي الخراوات روح ما نصورش معاك ساي سلك داخل الطيارة في كل واحد الاخرين هيك الباسريل هذيك ساي في بالي باش نطلع خطفني مواطن اخر ما تفهم انت الفول الطيارات اللي من نوريل الكل يتلموا فهمت وين زيريه المغاربه خطفني واحد مغربي التو نترجم في الكلام اللي قالوا المغربي فلت طيارتي كي اللي بغيت نسقسك سؤال قلت الحاجه كل خوت السياره وتكسناو توار طيب من بعدنا ونحبوك نيكاغولو طلع الطياره فلت الطياره دونك سافرت غدوه مع العشره يا رسول الله فلت لول يا رسول الله في نفس الوقت نشوفوك في لول اعطيت روح جديده شكون اكثر واحد يضحكك انت ميغالو في لول ولا في الدنيا في لول انت اللي تضحك الناس انا نضحك بحاجه فما شكون معانا كي تغزل له بركه تضحك شكون فما جعفر فما شادلي شادلي حاجه شادلي قسما بالله شادلي راهو كي فما ديغري ماسك يعملهم شادلي هو وجهه مبدع معناها في وجهه هو وجهه مبدع في الخلق نتاع الوجه نتاعو مبدع وكمل كلم وجهه الكل عينيه وخشمه وشلاغمه وفمه يتلموا الكل مع بعضهم يوليوا حاجه تعرفش تعرفوش كي جو انجري بيردز هذاك كي تراه منظره هكاك تفهموش مثلث يولي وجهه وشلاغمه هابطين كتين داك توزل وجهه برك لازمك تضحك وجعفر عاد مصلي يعني مدينه العلوم هو راسي وكمل يقلب عينيه يطلع منه ومن يضحك وانا ضحكتي سهله هو الضحك سيء ما بين نضحك فيها سورتو مع التشكيله هذيك برشا يحكيو مع بعض مثلا تفرجوا على الحلقه ونراهم حتى في الشارع اصحابي ولا عباد البر يقول لي نحسكم تفلموا بالحق ما تجمش شد روحك ضحكنا ياسر نحن في وسط التوراج ياسر ضحكنا ياسر في نفس الوقت عندك المسرحيه نتاعك ميغالو شو وهو كذلك تاليف احمد الصيد احمد الصيد وزين العابدين المستوري نحب نستدعى الناس باش يتفرجوا معنا في العرض الاول العرض الاول اللي كان عرض اكثر من استثنائي مع ميغا الحمد لله الإيماج مع الصوت.
سبيكتاكل حلو بالذمار نتاع ميغالو بالضحكه نتاع ميغالو. ما حوزنا الضحكه اليوم في تونس نعرفوا معناها الناس كلها عايشه في ستريس كبير، الناس كلها عايشه في ضغط في مصاعب برشا نتاع الحياه. تحكي لك في الخبر نتاع الكار اللي تقلبك تكون متشمت فيه. شنو يا محمد؟ غير تعالى يا محمد نحكي لك نكته يا راجل. خارج خيط احمر وخارج خيط قري فيا في مكان اسمه منزل. شنو تحب نطلع مدام عليك؟ مدير معرض الضربيه مثلا؟ هذايا سي ان غيف كي سغياليز. عندنا عام ونص قاعدين نخدموا، عام ونص هو قاعد يخدم في عندنا فريد ديكريتور، وعام ونص هو يبرف، عام ونص يا ودي ودي تعرف برشا حكايات صاروا منهم الحبس، منهم برشا برشا حكايات الحمد لله. اليوم ان غيف كي سغياليز. مادة أخرى زادة غافيز، شنو هي كي ناخذوا طرف لوح هذاك ونحطوا فيه لمبوبة؟ الماتير الوحيدة اللي في العالم ما تنجمش تاخذ فيها 15 14 12 ونص. كان شعلت لمبوبة تاخذ 20؟ مش عارفش عم بوبا تاخذ صفر. ميغالو شو. مبروك مبروك العرض. مسرحية تحكي على التونسي بكل تناقضاته، والتونسي في حالته الكل، كيبدا متغشش، كيبدا فرحان، كيبدا شيخ، كيبدا كله. حكيت على برشا مواضيع، قصان المال، التعليم، غلاء المعيشة، العلاقات ما بين المرأة والراجل. قداش عندنا من شخصية؟ فما الناراتور اللي هو أنا قاعد نحكي. إيه. وبعد فما عندنا شخصيات معروفين، فما يظل لي فما 10 20 شخصيه موجودين معروفين، نحكي لك دي بيرسوناج معروفين اصواتهم، معناها نحكيوا على عباد رياضيين سياسيين الدنيا الكل. وفما بيرفورمانس مثلا، مش نحكي، ما خلينا نحرق شويه ما يسالش، خاطر كي تبدا عبد معروف في الشارع وسورتو انا نقلد، فهمت، يوقفوك في الشارع نتاع قلد لي فلان وفلان 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 وفلان، دونك من الاول نقلد له بعد. من بعد ما تبعثني امي باش ناخذ زوز باقيت، نلقى روحي في الشارع شارد زوز باقيت وقاعد تشن 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 نقلد العباد. دونك لقيت شنو هو الحل معاهم العباد هذوما كي يوقفوني في الشارع. وليت نصب لهم لي بيرسوناج اللي عندي الكل، هام عندك وانت اختار اللي يساعدك. دونك عندي بيرفورمانس في المسرحيه لي بيرسوناج اللي خدمتهم الكل في الراديو واللي قلدتهم الكل اون برانسيب، كان نسيت راه نسيت زوز ثلاثه. نصبهم الكل مع بعضهم تاع دارجين من زمان لي بيرسوناج تك 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 تك، وهاك انت اختار اللي تحب. كيفاش تتنقل منهم؟ لو نقول لك انا اليوم في تحدي نتاع دقيقتين تنقل لي من لي بيرسوناج هذوما الكل كانهم مع بعضهم شكشوكه، باش تفهموا القدره اللي توجدت عندك باش تخترع ظاهره اسمها ميغالو والليس اليوم ولاو يقلدوا في ميغالو. باه نمشيو مسالش بالحكايه نتاع الخبز. قلت لك انا امي تخرجت مثلا تقول لي برا جيب زوز باكيت من راس النهج، عندنا كوشه في راس النهج، وقفك شكون قال لي قلد لي فلان؟ دونك باش نعطيهم له كل ما بعضهم. خرج يا ميغالو يوم الخميس الى جوج باكيت، وثم عندما دخل الكوشه ناداه بابا سيدي خويا قلد لي الاصوات الكل، قلت لك غاليه جميله ممتاز. نقول لك لي باكيت معروفين وفي راسي كما قالوا فيها، وانا كعلي الحاصل نقول لك انت خليت جوج باكيت باش انا نقول لك يا حبيبي شو على جوج باكيت. انا كذلك لما رايت الولد يعني كصافي سعيد داخل داخل على باقيت ما اخذ ولا شيء، انا حبيبي يعني كشافي وش اسمه، انا نقول يعني فاتر فاتر يا امير وما يجوش واصل ذلك. ونكملوا نزيد حاب نكمل نزيد لك البيرسونال. لا حاجه لك حمل امامي ما ناخذش لي باقيت، نقول لك واخويا واخذ باقيت فعلى مي قالوا بابا قريبا بالسوداني باقات وكذلك ما نحرقوش الفيلم تاعنا. برافو برافو ميغالو. العروض ما شاء الله يبدو انه في شهر سيدي رمضان عندنا عروض. عندنا عروض باش ندوروا باش نعاودوا نخدموا في تونس ونمشيوا لبلايص اخرين زاده، خاطر مطلوبين الحمد لله في برشا بلايص. دونك باش نعطيك توا الدات اللي عندي كونفيرمي، خاطر مازالوا فما مثلا في نابل حمامات عندنا عروض مازالوا مش كونفيرمي، باش نعطيك لي كونفيرمي. عندنا لو 27 مارس في باتي سوسه، لو 28 مارس عندنا في ازور سيتي تونس، لو 29 في تونيسيتي في تونس زاده، لو 30 عندنا زفير، لو 2 افريل نمشيو لصفاقس باش يكون عرض يقتل غادي صفاقسيه الكل. نقول لكم مرحبا بكم واحضروا معنا وتفرجوا في العرض، دي حاجه سمحه 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 تقتل لون بالضحك. لو 4 افريل عندنا في جربه ان شاء الله، ولو 6 افريل عندنا عرض اخر في جابس، باش نرجعوا لجابس خاطر العرض الاولاني نتاع المسرحيه بديناه في جابس ونجح، باش نعاودوا مره اخرى في جابس. للاسف في جابس ما عندهمش بلاصه يعرضوا فيها المسرح لتوا ترافو، عنده قداش هو ترافو احنا نستناو. باهي ما نعرفش فما ناس اللي قلدتهم مؤخرا يكلموك من اجل تعديل ولا ليه ولا عباد من في المسرحيه معناها تقصد؟ في المسرحيه باش نقول لكم غير ما ندخلوا في الاسامي. اه فما شكون من السيركل نتاعنا معناها اصحابنا، فهمت، تقلق شويه من يظل لي انا لزيت شويه.
ولو اني مقتنع انا من الاول اللي عملته عادي معناها بمحبه فهمت منين جاي العابد باش نهتك عرضه ولا يا اخي تقلق سيد هذا يمكن لانك مشيت في حاجه خاصه لا والله لا يجي ما هو شايف ما نعرفش بالك انا حاسس كي تقلق هو من عملت عاودت رجعت روحي وباش نحيهم ممثل اعلامي ولا صديقنا معنا في القناه معنا ولا صديقتنا ولا تقلقت والطريقه اللي حكيت بها معنا اللي هي تقلقت محلاها كلها تربية واخلاق وترفع دونك كاكا وقلت ميسالش مادام جيتها كيكه محلاها حتى كان ما فيها شيء مادام هي طلبت كيكه اخويا ميسالها وكزتك هي طلبت دونك ماهيش بيا الزردي شكيت في بيا لا ماهيش بيا حضرت في العرض نتاع المسرح وعملت لها فازات كيفاش من غير ما نحرقوا الفاز نحات صباتها وحابه تضربني سورسين اما لا بيا بيا عنا سنين نفدلك ومعناها فازت ماهيش عندها حتى علاقه لا فازت العمر بيا معناها عملنا لها فازات جدد فهمت اما هذه صديقتنا وزميلتنا تغش دونك ميسالش ايفيتي قلت خلينا نقعد اصحاب خاطر نعرف كان باش خليها باش وليو باش تغش منها هي وباش يطلع المال السعده وباش نخسروا بعضنا ميسالش تو نلقاو ديفان وخير على عبد اخر ما تو نبدلها بهذي زعيم ما تصوركش تغش انت في حدود المعقول في المعقول لا 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 معقول لا ما عندناش زيد لا معقول والله في حدود المعقول لا والله في المعقول واضح الخطايا السبعه مع مي قالوا خطايا مي قالوا ايوه نبداو بالغرور معناها انا عندي غرور ولا قداش عندك غرور نسبه الغرور الموجوده فيك تعبيها في الكيس سيد راه فيك شعبوي ونقول لك ليش عندي غرور انت قول الحقيقه معناها الحقيقه هكا اوبن معناها افتح طلعت كلوز زيرت أنا كيس الغرور أنت اللي تقول أنا الرقم واحد وصلت مرة قلت أنا الرقم واحد في الكوميديا في دونس فين؟ لا بعد فهمت الكونسيبت شنو اللي فهمت الكونسيبت؟ ينجم يكون حتى هنا ورقم واحد شنو مش وصلت فترة ايه؟ كنت فيها الرقم واحد ايه أنا في مخي أنا مخي يقول لي أنا رقم واحد حتى يقول لي رقم واحد رقم واحد في التقليد ولا في التقليد هذيك حاجة حاصلة حاجة حاصلة نتصور وجمهور يحكم بقى معناتها كي تقول رقم واحد حاليا ولا رقم واحد لو لم المقلدين اللي تعدوا على البلاد التونسية الكل لا خلينا في توا خلينا توا يتغشوا بعد يقول لك لا ولا هو إله توا بور لو ماما أنا رقم واحد أنت رقم واحد توا ماذا بينا نجيو نحن وكم كوميدي ما نجمش نصنف وقت إذا أنت الرقم واحد شكون الرقم اثنين فاش في التقليد تقليد بعد فما بتحسبوا على سواب على يدهم الكل فما هنا فما بعد مروان بوزيان هذا هو كان بيناتنا اشكال والحمد لله تفضل ما اللي فات انا خدت بحذاك لان قلت يقلدوا فيا يا اخي هو تغش وبعد تعدى ما نعرفش وين يظل في فام ولا في ديوان فام وطلب الاعتذار رجعت على العلاقات ممتازه وجميله دونك تحب ولا تكره فما شكون يقلد في تونس كما قلت اللي يقلدوا يقلدوا في ميغالو هي فما ميغالو توا والمرتبه الثانيه هي موهبة هي شنو؟ تقليد موهبة شنو؟ شنو يصير؟ بوزيان أصعب شخصية باش لقيتها شنية؟ أصعب شخصية قلدتها أقسم بالله لو 5 فيفري كانت عندي روبريك مع أبو بكر بن عكاشة وقتها حسيلو روبريك نعملوها هو يحكي يعمل معايا انترفيو وأنا نحكي معاه بصوت البيرسوناج هذاك وقتها نقلدو كان في عباد معروفين والأكثرية دي بوليتيسيان لو 5 فيفري فما قعدت جمعة ولا جمعتين حضر فيه الصوت هو صوت شهيد الله يرحمه شكري بالعيد حتى الاصوات الاخرين الكل كي قلدهم غير ما نبدا نعمل هكا وهو الصوت بتاعه كي نقلده لازم نعمل هكا ونبدا خارج بالصوت باش يخرج الصوت صحيح اسمه كينك حاضر يظل لي الروبريك كانت وقتها حاسل لو 5 قلدت صوت المرحوم شهيد شكري بالعيد اصعب صوت قلدته ما تعدتش الحلقه وقت سجلناها قال لي ابو بكر خلاها لين تزيد تصلحوا اكثر الصوت معنا قعدت كيما نقولوا جمعتين وانا حاضر في الصوت لو 6 الصباح قمت قالوا لي شكري الله يرحمه توفى تكون اخر اصوات اخرين صعب فما اصوات ياخذوا منك برشا نفس كيما مثلا فما رضا بوراوي مثلا رضا بوراوي ديما مغشش شوف عايدر هذاك يتعب دونك ماذا بيك حتى في راديو ساهل خاطر في راديو تتكلم تقف تاخذ نفس طرف بلون بعد ما انت تجيب الصوت كامل معناها في سبيكتاكل يقلد مثلا تو رضا بوراوي مخليه اخر بيرسوناج في البيرفورمانس هذيك حتى كنت تحطهم الاول امبوسيبل تكمل الاخرين لازمك توزن هذا الغرور تاو نمشيو الشهوه الشهوه عندي شهوه هاي عبي لا في بالي شهوه في بدني عندي شهوه هنا خاطر امي تبلت وحمت على الفراز خرجت لي شهوه هنا نمشيو الشهوه اش معناها لحظه خلينا حب النساء حب اكثر في النساء هنا رمضان جيب لنا دبوز اخرى بعث لنا واحد اخرى
عشت علاقات. خليني لحظة. عشت علاقات كبيرة. ودي خلها بشهوة لحظة. ريتها الشهوة هذه كل. شوف قديشني رومانسي. عرفت حنان الكل رجع لهنا. أو برنسيب تو تصفقوا جمهور. باب باب باب. تعمل في الافلام وتمثل. نعمل في السياسه خاطر كان ما صفق الجمهور كي نروح للدرب صفق لي على راسي هي بات. على على حنان حنان تفهمته انه العرس نتاعكم باش يكون في عيد الحب. في عيد الحب اي. جاء عيد الحب. علاش ما قلناش انا ومنهم عيد الحب انت علاش حكمت 2024؟ التضليل هذا اللي تعمل فيه. تضليل اه؟ ديما لازم تغرقني انت كيما باساج الراديو اللي جيت معاك تعدى باساج يفتق اخر دقيقه قلت لي انت شنو السؤال اللي سالوا لي؟ قال لي انت مع التطبيع المساكنه ولا شنو؟ بيان سور. معناها تطبيع ومساكنه زوز مع بعضهم في بالك جمعه ما نروحش للدار هذيك. لأنك أنت تخرج مع الطفلة عايش معها؟ وين عايش معها؟ بكش الثالث معنا شو عايش معها؟ تمشي يعني للوتلة؟ نمشي ما عجبكش تو من غير لحظة من غير صداق؟ لحظة جاز لك سؤال لحظة أنت تو عندك خدمة مثلا مع الحوار ماشي باش تصوروا عرض في جربة باش يمشي يا ديزاين باش يمشيوا معاه أربعة من الخدمة من الأربعة من الخدمة فما زوز نساء برسمك فسر لي معناها أنت تبات في جربة والطفلة اللي تصور معاك من كادرة تبات في 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 مدنين ماكم مش تباتوا فرد نزل يعجبكش ومن غدوة بعد غدوة لا أنتم تمدوا نهار في مدنين نهار في جربة نهار في جيبز بعد غدوة وبعد غدوة وبعد غدوة تيزي هاد تيزي هاد هادي خلينا في الغرور شو اسمه هذا شو اسمه شهوة 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 عربي يعطينا السؤال اللي بعد لحظة لأن لحظة كملتش أي كمل في عقب حب يغرقنا شنو اللي اللي خليكم ما تعرسوش انا باش نعرسو وقتاش شو شو وقتها وربي يسهل توكي ربي يسهل تو نعرس ما ما خايف خايف من العرس خايف من العرس ما في شيخ خايف من العرس علي خايف شو يعمل خايف من العرس مش خايف من العرس خايف من المسؤوليه مش خايف من العرس انت خايف من التراج ما يوفر انا خايف من العرس شو مي خايف مش خايف انا قد المسؤوليه ماكش قد المسؤوليه نخرج انا تو نغادر مش تغادر شو تقولي ماكش قد المسؤوليه ماكش قد المسؤوليه شو تقولي ماكش قد المسؤوليه ماكش قد المسؤوليه شو تقولي ماكش قد المسؤوليه هذا لا معناتها تنجم تقول لي انا ما نحبش لا مش ما نحبش هي ما تحبش لحظه 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 وهيك دارنا ما يحبوش دارهم ما يحبوش دار اخي تكويره هي دارنا ما يحبوش نكور قبل شقال الفطر ودارهم ما يحبوش خاطر الكوره مفشوشه ليه 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 علاش ما تعرفش علاش ما تعرفش هو نعرس وربي سهل ايه تعطيني ايه ايه تعرف مالك شيء مشكلتك فلوس مشكلتي ماديه تو انا انا كنت خارج من الحبس وعندي امور قاعد نخلص فيها مازلت كي خلصت لعبت في فلوس شو اللي تعمل لي لا حنان حنان قالت لي انا وياها على جريه نعرسوا بالله بل اي نعم وكل فاس ناكلوا خبز وزيت اي تيزي بلا جريه نتاعك انا جريه تتسبب لا والله لا نتسبب والله لا خي سهل سلام عليك ما نمشيو نكتب ورقه مسؤوليه مش سهله راهو تحب ولا تكره وانت ماكش قد المسؤوليه بور مانيش بور لماما مازلت مانيش حاضر انت ماكش حاضر والله لاني حاضر نكذب عليك خلينا نكملوا عروض نتفرهد امورنا نتقد امورنا ونخلصوا الفيسك نتاعنا ودنيتنا تو عارس احكي معاك بالفيسك انا تو 2026 عروس ولا ماكش عروس؟ عروس وبصغارو احكي معاك موجوع انا تو على الفيسك 2025 2025 عروس ولا ماكش عروس؟ عروس احكي معاك موجوع انا تو على الفيسك تاع 2024 باهي كملنا الشهوة صبيناها غادي به حنان ما قالوا وين حنان قالت تحكي بهم قالت جملة ايوه قالت جملة ترى ايش قالت اي ابو العلاء المعري ايش قال اي قالت انه ميقالو خويا شو من قالت هذه مع مين قالها ايه ما نملوش كل برنامج هذاك اخويا هكا جودي تو ولا شو اسمه لا لا انا البرنامج هذاك اخويا ما نمنوش انت خوها خوها في الدين ما شنو وسالنا حتى شيخ حموده تعدى معنا قال هي لازم يقول له اخويا وهي تقول له اختي اختي في الاسلام هذيك ظاهره شعبه وين عم فيها ولا كيف على الاخر عندي في سي مون بروجي مي قالوا سي مون بروجي بروجي كيوسك ماخذ لافاج حلت والله العظيم سي مون بروجي تحكي على سبيكتاكل قالت سي مون بروجي خاطر تحب ولا تكره كان مش هي راني ما فما لا سبيكتاكل لا سيدي زكري علاش حنان استعملت كلمه خويا وقت اللي قبل كنت تعمل حبيبي اللي إيه اللي نبدو في الجو هكاك في جودي تو خاطر وقتها ما عندناش انفيتي حبينا نعملوا جو في الحلقه هاو نعطيك انا صباب نعطيك بيت القصيد خل نقول لك انفسلك خاطر نهارتها خل نقول لك خاطر نهارتها انت ماكش حابب تشد السطر وتعرس لا لا خاطر نهارتها ما صورناش في الفجر صورنا في الشرقيه والشرقيه الديكور نتاعها مش كيما هنا ظلمه دونك لازم نعملوا فازه باش نبدلوا بها الجو دونك قلت لها قول لي خويا باش تبارتاج ظاهره عندي فيسك انا 2024 شراها الماكله شراها لا نقلب الكاس وقت اكثر فيا ربيع دجاج اما هذا بدل تعبت عنده شراها ودنيا ينزل يا قداش توزن انا
ما نبعدش على البوانتور بتاعي، أنا نلبس 43، نبعدش عليها برشا. لا لا نوزن في بالك، قسما بالله أكثر مرة خلطت لها في الميزان أنا تو. مش تو، الشهر التالي وصلت 81. 81 عمري ما وصلت لها روان. أنا وصلت فما بيريود وقتها في ديبرسيون وخوذة وصلت نوزن 49 كيلو. تعرف معناها 49 ولا؟ 49 هكا ولا. ما تو عندي فيسك. عبي شوية شرها على قلبه. لا لا هذاك الحسد. وها دخلنا في الحسد، اللهم لا حسد. شارها. شوية عبي ال... شري ريحة معناها. ما شو ما تتشهيش في الماكلة ولا تاكل؟ صار شراها معناها شاهد تتشهى في الماكلة. لا نتشهى شوف ايش. لحظة. تحب الماكلة؟ حب الماكلة، يا ما ناكلش برشا. دوب الليش. عصفور. يرحم بوك. عصفور بتاع الحوار مش تاع قناة أخرى. باه. الحسد. اش معناها يحسدوني ولا أنا نحسد؟ أنت تحسد. خطايا. اللهم لا حسد، يا من يحسدوا حد. لا لا ما فماش إنسان ما يحسدش. مالي خويا فما ما. إي. محليني قداش متقالي فما يقول لي فما فما. كان الموضوع حنان ما جدنيش فيه ها؟ هربت ها؟ أوكي كي تعترف أنك هربت. حدته ما انت شمعنا نحسد لحظه قبل ما نبدا نعبي من بعد يبطوا صفحات ميقالو ادخل شوف ميقالو وهو يحسد شو ليه يحسد واحد ويفضله هذا الحسد ليه خلينا نفهم قبل الحسد لحظه ما تشوف حاجه عند غيرك تقول حقها عندي والله لا مش حقها عندي والله محلاه ما صاب عندي كيف هنمشي معك اما ليه حقها عندي باش نحيله من عنده اخوانا في الطبيعه البشريه في الطبيعه ديجا هكا به بهزي هو هذا باش ناكل عليه ستاك من بعد عليه محسود انت ولا ليه محسود محسود صح محسود اي والله ما اعلم كان في الطبيعه البشريه نصور اني محسود من شيء من بلاصه من بلاصه يحسدوك على شنو انا اي على شنو يغمي والله العظيم على شنو يحسدوني على شنو يحسدوك معناتها لو انا مش نحسد ميقال على شنو مش نحسد شنو الحاجه اللي تخليك تحسد ميقال فلوس فقري نقري فقري نقري فلوس بالله فيس وعنا ال لقيت شيء ريت انك ديما تضحك باهي ان شاء الله ديما نضحك على الضحكه ساعات ناس تحسد على الضحك والله الحمد لله ما خيرش من الضحك بالحق معناتها اي فما عباد يقول لك اي ما صاب عندي كل نهار كامل نضحك كيفك انت يا ما انا مش افنت كات نضحك زاد شنو وقت اللي مهبوله انا عادي نهار كامل هكا اما القاعده نتاع ميقالو باهيه باهيه حصرت ما عادش قاعدات اما قاعده ميقالو كانت باهي يعرفوها حتى الاولاد انا قاعده ميقالو خشينه ياسر كانت الغضب الغش الغش عندي غش يا خويا نعرفك عندي 20 سنه عمري ما ريتك مغشش والله لا انت غش تغشش ها والله لا انت غش هي بنتي داير تعرف تقول لي بابا عمرك ما عيطت عليا ديف هكا شويه غش هكا نتاع تعرف الغش هذا وقتاش ما انت غشش ما تغشش حتى ذا مبطل خاطر قالوا الجمعه الجايه باش تقاد الامور دونك ما عنديش غش ما تغشش على حتى حد بالعكس شو ترجع لروحك من ظهرش الغش دخليني دخليني تغشش وحدي أكثر حاجة تغشك شنية؟ أكثر حاجة تغششني وكل مرج ولا كي بتعرفك حاجة تغششني شنية؟ مثلا عندي ديفوات وما نحبش يكون يجيني عبد يقول لي راهو هذيك نعرفهم سي بون ينسحك صحيح هو لمصلحتي هو وما نحبش نسمعهم حتى كي بدا عبد يحبني يجي يقول لي راهو كل حاجة لا ماذا بيا ما نسمعش كي نسمع نزيد نولي نتسبل و ما نلبد معناتها هذا انا هذا انا ما اقدر اكون الا انا الا انا رغم انا الا انا هذاك انا والله عندي فيسك نحكي معه وفي الغش اذا ترجع لروحك معناتها هذا يمرضك يمرض عندي الكل انا الامراض اللي تظهروا في الكل هذاك ما عندي القرح عندك الامراض عندي عصب في المعده والقرح اما تو وليت داير هذه باش نحكيو عليها في المسرحيه فما ثيرابي تعملها تو في المسرحيه باش نعملوها ونحكيو عليها ثيرابي هذه تخليك تخرج هذاك ما تخليهش داخلي الكسل كسل هذا الكسل هو ايوه هذه باش نعملها كيما تاع ليبيا هذاك نبدا نديروا صوره مع بعضنا يا راجل خليها 20 ثانيه في عقلها يا اخي شو بك تصلحت عاد باقي شويه كسل كسل فما شويه بخل لك قديش ضيعت فلوس من البخل؟ برش قد دبوزة هذه مرتين برش مليار برش والله ولاني ندم عليهم شيء بالكتبة صحيح اي بالكتبة ما فما سعي العبد فما اي بلبز بلبز برش ضيعت برش لو لو الفرص الكل عرفت تستغلها
قداش يكون في الكونت نتاعك توا في البنك؟ راه مترشق. قداش؟ برشا برشا. مليار؟ تصور حتى اكثر. خير والله خير. تينا هكايا بحط شيء وداخل بعض. خليه يتصور ميغال وعنده 2 مليارات ونص في الكونت. داخل في حيط. وبعقله؟ لا 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 والله لا. انا نعرف روحي النوع نتاع 2 مليار ونص في الكونت راني داخل وخارج في الحلة. والله راني ندور بشريو وحدي تو عامل واحدة حمرا على راسي. والله خليني هكا خويا فما شيء اموري منظمة. نستنى في لو 29 22 قلت 22 لو 2 نستنى. الجشع اللي هو حب المال. حب المال نحب اخويا المال. شنو نكتب على بعضنا؟ نحب خلينا نشوف. وشكون ما يحبش الفلوس؟ شكون ما يحبش الفلوس؟ كل يقول لك فلوس وسخ الدنيا كله ريق هذاك. اكثر تصرف عليها فلوسك شنو هي؟ اكثر حاجة؟ بنتي من الاخر. ربي يفضلها لك. اللي تحبه لازم نخولها من الاخر هذا هو. مش برشا دلال يقول لك. لا مش برشا دلال يا اخي. عندي كعبه برك انا خليها تدلي اخي. ميسيرش تدللها اللي تحب عليه. ميسيرش يا اخي يعني بالحق تو انا نخدم مثلا هذا الكل نعمله فيه وتو وندور ونعمل منه ونخدم. شكون يا اخي اللي انا ما زدتش نعمل؟ انا طبلبيز وعملته سي بون. ريت كل شيء. تعبت دارنا وتعبت انا وتعبت العباد اللي نعرفهم. تو امواك الملايكه اللي عندي خليها هي تشيخ وتعمل جو وتفرح. شكون عندها بابا الحبه هذيك؟ بابا لازم يمشي يخدم. ويا اخي اقول لك الحكايه هذيك من الاخر او بيت القصيد. هل انت اب صالح؟ مع بنتي اكثر من صالح. في علاقه اي بو والا ولي باولاده فما حاجتين، فما التربيه وفما الرعايه. انت لهي اكثر بالتربيه ولا بالرعايه؟ لا التربيه اكثر هي عند امها. كل قسمه عاملين اوكي هي اللي عندها خاطر اكثر وقت تكون مع امها. والرعايه عندي انا. ودايره هي بدات تقول لي ساعات بنت تقول لي شبيه ماما تعيط عليا وانت تعيطش عليا. قول لها ما هو نقسم بنيتي لازم كان باش نقعد زوز محلولين مشينا هكاك. لازم واحد يهز واحد يطيح واحد يهز واحد يطيح. الحمد لله ماشي الامور منظمه والحمد لله. قداش عمرها بيا تو؟ بيا عمرها 7 سنين وباش تعمل 8 سنين. ايوه كبرت. كبرت مالها شنو ما عجبكش؟ هبط صورها انت ولا ما تهبطش صورها؟ لا بالعكس. اما عندي جمعتين التالي ثلاث جمعات دارت لي ماشيين العرض نتاع باريس. بعثت لي ليان دخلت ليان نقا عامله فيديوهات ولا الشورتس ولا شنو على اليوتيوب. عامله شيء وحده ضربت 3 فيديوهات نتاعها وتحكي انا تو باش نعمل مكياج. نحيت عمله وطلبتها وقلت لها حسيت وقتها مش عيطت عليها موكي سينس ديما رايد معاها وسيز باش قلت لها اسمع بيوتا راه هذوما ما يجيوش يا ودي. الكريز اللي عملته بتاع البكاء بالله العظيم تقول وهي على كلمه قلت لها مشات نحاتهم وفهمت خاطر الصغار ما اكثر نهار كامل بالتليفونات والدنيا لازم تتبع واش عندهم واش ما عندهمش. باهي ميغالو. أيوة. نشكرك برشا. ربي يبارك لك. نعطي فكرة على العروض. 27 باتي سوسا إن شاء الله. 28 أجور سيتي. 29 في تونس سيتي. 30 في الزفير. 2 أفريل في صفاقس. 4 أفريل في جربة. و 6 أفريل في جابس. برشا ضحك برشا ضمار. باش يكون موعد استثنائي مع ميغالو شو. تحية كبيرة ميغالو. نشكرك برشا. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. بالتوفيق ميغالو. عايش كدود. We'll be right back.